السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. نكمل الحلقة الماضية تبعتنا اللي هي عرض البيانات تبعت البوست لكل يوزر مسجل. أوكي، لو جينا هنا على صفحة الداشبورد قلنا انه هنا بدنا نعرض البوست الأساسية لكل يوزر، أوكي، على حسب ما احنا رتبنا في السايد بار اللي هو ماي بوست اللي هو هيكون في الداشبورد، أوكي، وكرييت بوست هنسوي لها صفحة للكرييت بوست. أوكي، نرجع للداشبورد نسوي هنا تيبل. اوكي، اول حاجه التيبل لازم يكون ريسبونسيف، فهنسوي ديف اللي هي تيبل ريسبونسيف. اوكي، وبعديها ننشئ تيبل، تيبل دوت تيبل، وبداخل التيبل هنسوي التي هيد، بعديها تي ار، بعديها نسوي 4 تي اتش للعناوين. اوكي، ضرب 4. اوكي، مثلا هنقول هنا التايتل، وهنقول هنا الكومنتس اللي هي مجموع الكومنتس على كل بوست. اوكي، وهنا هنساوي الستاتوس تبعت كل بوست انه هل البوست هذا اكتف او نوت اكتف، ونساوي الاكشن اللي هي العمليات الحذف والتعديل. اوكي، هنيجي بعد التي هيد هنسوي له تي بودي، بعديها تي ار، وبعديها تي دي 4 مرات اللي هي العمليات هذه. اوكي، كل تي ار هنسويه داخل الفور ايتش، بدل الفور ايتش خلينا نستخدم الفور ايلس مثل ما شرحنا من قبل، انه في حاله انه ما كان موجود عندنا بيانات انه نطلع له انه نو داتا فونت او نو بوست فونت. اوكي، الفور ايلس هنتعامل معها معامله الفور ايتش تماما. اوكي، هنا هنقول له بوستس از بوست. اوكي، في حالة انه كان فاضي مثلا هنكتب له هنا empty. اوكي، يسوي لي tr td، هنخلي td اللي فيها call span 4 call span انه هنا نكتب له no post font انه لا يوجد بيانات، وهنا نسوي اللي هي end for else. اوكي، هذا تي ار هننسخها بداخل الفور ايتش تبعنا. تمام، ايش اول حاجه اللي هي التايتل، فهنا نكتب له البوست تايتل. اوكي، الثاني هنكتب له اللي هو البوست اللي هو الكومنتس كاونت اللي وريناكم اياها في الدي دي اللي حكينا عنها، انه لو يجينا على الكنترولر هنا قلنا له دي دي بوست، وهنا سوينا ريفرش هيطلع لنا الكومنتس كاونت على كل بوست. اوكي، فهيعتبره انه هو حقل من ضمن الجدول تبع البوست. اوكي، هنا نحكي له comments count، عندنا الحقل الثالث اللي هو الستاتوس، post status. اوكي، الحقل الرابع هيكون فيه two links اللي هما الedit والdelete. نحكي له هنا a هرف انه يوديني على الراوت التعديل، مثلا خلينا نكتبها حاليا اللي هي الفرونت اند داشبورد. اوكي، وبعديها عشان نبني الراوتس تبعها هنا نكتب له edit، او خلينا بدل كلمه الايديت انه نستخدم مكتبه الفونت اوسم نحط ايكون. طبعا احنا مثل ما حكينا انه عندنا هنا في السي اس اس تبعت الفرونت اند من البابليك فرونت اند سي اس اس. اوكي، في عندنا اللي هي البلجنز، هنا نستخدم مكتبه الفونت اوسم نستدعيها من جوات الثيم هذا. اوكي، فمعناته هنرجع هنا بدل كلمة edit هنحط له اللي هو الكود تبع الـ i icon dot، الكلاس تبعها هيكون الـ fa fa edit. اوكي، ونعطي له هنا كلاس لللينك. اوكي، نكتب له هنا في button من الـ bootstrap button small sm. اوكي، ويكون اللون تبعه ازرق اللي هو
بوتون برايمري. اوكي نفس اللينك هذا هنسوي له دوبليكيت، بدل كلمه برايمري هنخليها دانجر اللي هي للحذف. اوكي وهنا في الايكون بدل الايديت هنخليها تراش اللي هي سله المهملات. بس طبعا احنا هنستخدم الديفولت تبعت اللارافيل في الايديت، فمعناته احنا هنساوي اللي هي الديليت هتكون بفورم مستقل، فورم نعطي لها اي دي اللي هي مثلا الاكشن تبعها يكون البوست، مثلا خلينا نحكي له فرونت راوت فرونت اند دوت داشبورد مثلا، خليها مؤقتا عبين ما نبني الراوتس تبعتنا. هنا هنكتب له انه الاي دي تبع الفورم هذا اللي هو بوست سلاش ديليت، ونعطي له الاي دي تبع البوست نفسه. اوكي طيب ايش الحاجه اللي هتكون بداخل الفورم هذا؟ هنستدعي الكود تبع سي اس ار اف اوكي اللي هو تبع التوكن، وهنقول هنكتب له الميثود يكون ديليت. هنا عندنا في اللينك هنضيف له انه اذا ضغطنا على اللينك تبع الديليت انه يطلع لي رساله تاكيد هل انت متاكد من الحذف ولا لا. اذا ضغط على اوكي معناته انه يستدعي الفورم هذا ويسوي له سبميت عن طريق الكود التالي اللي هو هنكتب له on click if طبعا كود جافا سكريبت، هنكتب له هنا confirm اللي هي تبعت الرسالة اللي بتطلع تأكيد، نكتب له الرسالة هنا مثلا are you sure to delete this post. هنا هنحكي له انه اذا كان متأكد يسوي يستدعي لي اللي هي الفورم هذا اللي هو عن طريق الكود document اللي هو جافا سكريبت عادي دوم دوت جيت اليمنت باي اي دي، يعني استدعي لي الاليمنت اللي الاي دي تبعه اللي هو بوست ديليت اللي هو نفسه هذا. هنسوي له هنا بيست ونقول له دوت سبميت، يعني نفذ لي الفورم هذا. اذا كان لا، اذا ضغط على كانسل يرجع لي القيمه فولس ريتيرن. تمام نرتب الكود تبعنا. تمام طيب في حاله البيجنيشن وين هنسويها؟ هنسوي هنا مثلا بعد التي بادي هنسوي له تي فوت اوكي تي ار، وهنسوي له تي دي كل سبان 4 على عدد الحقول، ونكتب له هنا اللي هي بوست لينك. اوكي احنا هيك خلصنا الكود تبعنا، نيجي نشوف على الصفحه تبعتنا كيف هتصير. اوكي تمام لاحظ انه هنا طلع لي جميع البوست اوكي، وهذا البيجنيشن على حسب الثيم اللي احنا كنا مستخدمينه. اوكي المفروض انه انا لما اضغط على اللينك تبع البوست انه يوديني على صفحة اني اعرض البوست وجميع الكومنتس اللي عليها عشان اقدر اسوي تعديل على الكومنتس. اوكي واذا ضغطنا على الايديت اوكي المفروض انه يوديني على صفحة تعديل البوست نفسه، واذا ضغطنا على الحذف المفروض انه تطلع لي الرسالة في الاول are you sure to delete this post، اذا ضغطنا على اوكي المفروض انه يحذف لي البوست مع الكومنتس تبعته مع الميديا اوكي عن طريق الريليشن شيب اللي احنا كنا كاتبينها. اذا ضغطنا على كانسل ما هيسوي شيء، اذا ضغطنا هنا على البوست هيوديني على الصفحه هاي نفسها. فخلينا نسوي الراوتس تبعت الكرييت بوست والاديت بوست والديليت بوست اوكي في الويب دوت بي اتش بي. نسوي الراوت هنروح على صفحة الويب دوت بي اتش بي اللي هي من الراوت ويب دوت بي اتش بي. طيب معناته انا بدي اسوي دوبلوكيت للراوت هذا اللي هي للكرييت. هنا نحكي له مثلا اليو ار ال تبعها كرييت بوست مثلا اوكي، هيكون النيم تبعها يوزرز دوت بوست
مثلا post.create. اوكي هنيجي على الكنترولر اللي هو اليوزرز كنترولر، هنكتب له هنا create post، هنسوي له function create post. نفس الامر هذا هنسوي له post بدل get، هنخليها post. اوكي وهنا بدل create هنخليها store، وهنا بدل create post هنخليها store post. اوكي فمعناته انا عندي هنا two functions لازم ابنيهم في الفرونت اند يوزرز كنترولر. اوكي ننشئهم الان، نروح على اليوزرز كنترولر، هنساوي اثنين function public function، واحد create post والثاني store. الستور هيكون مع الريكوست، الريكوست اوكي اللي هي البيانات اللي هنستدعيها، نسوي له هيك. هنا هننشئ بليد جديد اللي هو للكرييت، هنكتب له return view اللي هو الفرونت اند، دوت يوزرز دوت داشبورد، هنمسح الداشبورد، هنكتب له هنا create post. اوكي طيب ايش احنا محتاجين مع الكرييت بوست؟ احنا محتاجين مع الكرييت بوست اللي هو الكاتيجوريز تبع، هيختار منها التصنيف تبع المقال. اوكي فهنا نيجي نحكي له كاتيجوريز كاتيجوري وير ستاتوس يساوي واحد. اوكي وبدنا من الكاتيجوري بس النيم والاي دي فقط لا غير، هنكتب له هنا بلوك اري وهنكتب له النيم والاي دي. اوكي هنا مع الكرييت هنسوي له كومباكت كاتيجوريز. تمام نيجي ننشئ هذا البليت، عندنا في الريسورسز الفيوز فرونت اند يوزرز، هنكتب له هنا نيو بليت اللي هو كرييت بوست، هنا create post blade. نيجي على السايد بار اللي هو من البارتيال الفرونت اند يوزرز سايد بار، هنا حكينا الراوت تبعها يكون يوزرز اللي هو post.create. اوكي نيجي نشوف عندنا في الصفحه ريفرش، لو ضغطنا على create post طلع لي الخطأ هذا array given انه انا حاطط array في الكنترولر. اوكي نرجع نشوفها. اوكي هنا الخطأ في البلاك، اوكي المفروض انها بدون array. refresh اوكي هذا هو طلع لي create post blade. تمام نبني انشاء المقال الحلقة الجاية، يعطيكم العافية. اذا كنت اول مرة تشوف القناة لا تنسى تشترك في القناة والاعجاب ومشاركة القناة، ودعوة في ظهر الغيب ويعطيكم العافية.